C'est cela notre challenge, c'est cela notre trophée. Le ministère de la Santé, mais il doit impliquer l'ensemble des ministères. اللجان الولايات متابعين بالدم ضيوفنا الكرام سيتم وضع للمؤسسات أو وضع المؤسسات الأخيرة على ثلاث استراتيجيات وطنية بدعم تقني من مكتب المنظمة العالمية للصحة في الجزائر، وهي الأولى تتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقن الدم بهدف تعزيز هذا النشاط من ظل ابتكارات والتقنيات الجديدة. الثانية تتعلق بإنشاء وتسيير احتياطي استراتيجي للدم في إطار الوقاية من المخاطر الكبرى والتعامل مع الكوارث. الهدف منه هو الحفاظ على المستوى الأمثل لاحتياطي الدم ومنتجاته لمواجهة أي مخاطر كبيرة قد تنشأ بسبب طوارئ طبيعية استثنائية أو نتيجة للأنشطة البشرية.